بونجور ا توتي ا توس، صباح الخير عليكم. الزول في اللون ان شاء الله هاتي لي ملاباس. الساعه الحد 27 اكتوبر 2024. بونجور ا توتي ا توس، aujourd'hui bien sûr nous sommes le dimanche 27 octobre 2024. bienvenue à toutes et à tous. comme d'habitude mes chers amis, je n'oublie pas de partager avec vous mon café تاع اليوم تاع الحد. نقول لكم صحه القهوه النون، صحه قهوتكم، بون كافي ا توت اي ا توس. هايل وهايل بزاف. بدلت الكاطو، هذا الكاطو ثاني هايل هايل بزاف بزاف. كان بزاف عيطولو لونغ دو شا. لونغ دو شا، الناس اللي تحب تشريه اسمو لونغ دو شا، لسان القط، القط. الي كيما تعرفوا نهار الحد راح نتكلمو على ليغليز، على بيوت ربي اللي راهي مقفوله هنا عندنا في الجزائر، واللي احنا ديما كل حد نديرو فيديو باش اون سوتيان للناس حبابنا المسيحيين واليهود واللي ما يقدروش مساكن يصليو. علاش؟ باسكو مقفولين بيوت الله، قفلوهم ليزوتوريتي، ما حبوش يخليوهم. قالك اللي ماهوش مسلم ما يصليش، هكا يقول. اليلويا اليلويا. الناس اللي راح تروح اليوم تصلي لا مس دو ديمونش، نقول لكم صلاتكم مقبوله عند ربي ان شاء الله. ان شاء الله تكون صلاتكم مقبوله عند ربي، ونتمنى انكم تدعيوا لنا احنا خيانكم المسلمين كيما ندعيوا لكم احنا نهار الجمعه. انتم ثاني تدعيوا لنا ان شاء الله
باش كامل 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 الأمة، مش غير الإسلامية، الأمة المسيحية، الأمة اليهودية، حتى الناس اللي ما همش مؤمنين حتى هما يعيشوا في سلام بحول الله. قبل هذا كان واحد الأخت حبيت نجاوبها، واحدة ما نقولش ما نمدش نتاعها، مي أني قلت لها نجاوبك. كتبت لي ما عجبهاش الحال بزاف، قالت لي دخلت، تقول هي فضول بك دخلت لاباج تاعك، ما باليش هي. على كل حال احنا انا درت كومنتير وهي وقيل انا جاوبت وهي جاوبت، ومن بعد راح دخلتها لاباج تاعي ما جبتهاش. قالت لك انت راك تكتب لي تقول لي ربي ينتقم من كل خائن لوطنه ولأمته، ان كانت الامه الاسلاميه ربي عليك الثمن، يزرع الفتنه بيننا، وان كان وإذا كان ملحدا عجل بعذابه قبل ذهابه إلى الشاب خالد. الضحك معفواش ما شاء الله عليك بتجارتك التي تتمناها للشباب. نعم الأخلاق أيها المعفوش هو الحر، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الأخت هذه باين عليها على حسب الكتابة تاعها دعشية، اللي قلت لها أنا كيفاش دخلتي حتى وليتي دعشية ما ردتليش. وقلت لها راني نجاوبك اليوم وراح نجاوبك اليوم. دوك تقولي انت يا ربي انتقم وكذا من، وعلاه ينتقم؟ ينتقم ربي يسمعك انت، يسمع وحده دعشيه كيما انت يا رب العالمين؟ لا، رب العالمين راه يشوف الانسان اللي ظالم ربي وحده وحده، كيما قال واحد ينتقم منه وحده وحده. الانسان اللي ظالم، الانسان كي ظلم، علاه انا ظلمتك في واش؟ وانت حسب الله ونعم الوكيل، يعني في واش ظلمتك؟ وين نعرفك انت تو دابور؟ وين تعرفيني؟ وين نعرفك؟ وما نحبش نعرف وحده دعشيه كيما انت، عمري ما نحب نعرفها. الدواعش اللي كيما انت جامي نحب نعرفهم وجامي نحب نهضر معاهم. البارح تمنيت راكي تكلمتي معايا باش نفهمك، مين ما رحت انت يا وربي وينتقم والخونه واش خنتك؟ علاه كيما جيت طلبتك نزوج بك ومن بعد هربت عليك، ولا راح نزوج باختك ومن بعد هربت عليها، ولا فاش خنتك؟ اعطيني تاش هذه خونة الوطن، فاش خونة الوطن؟ فاش كيفاش نينا معاك كونترا كيش ما قلنا لك حنا هكذا وهكذا ومن بعد هربنا عليك؟ واحد انا نعرف واحد كيخون واحد هكا، واحد يخون واحد لو كان نحب نتزوج بيك نخليك نروح لواحده اخرى هذه خونتك. انا يبان لي نو، واحده كيما انت ما نتزوجش بها، لو كان نبقى وحدي في العالم كامل ما نتزوجش بك، لو كان نبقى وحدي في العالم كامل دعشيه كيما انت كيما قال واحد ما نتزوجش بك. بون Merci Malika pour ce que vous m'envoyez. Alors, il y a quand l'Umma l'Islamia. Il y a même chez l'Umma l'Islamia. C'est quoi, Thomas? Fais Zaidin خير من الآخرين, Thomas l'Umma l'Islamia. أنا مسلم. وزيدين توما فاش مليح انت، ما فاش الامه الاسلاميه نتاعكم هذه؟ فاش نتوما خير من الامه اليهوديه ولا خير من الامه هذو المسيحيه؟ ولا فاش خير منهم؟ اعطيني حاجه وحده خير منهم. فاش خير منهم؟ اعطيني حاجه، اكتبي لي حاجه وحده قال انني خير من هالامه اليهوديه ولا خير من الامه الاخرى. فاش خير منهم نتوما؟ نتوما نقول لكم فاش خير منهم. نتوما خير منهم في التغبيب، في لابلاك، في الحسد، في كيف اسمه، في الشيء نتاع الخماش كامل، نتوما خير من الاخرين. هذا على بالي، هذه سيور سيرتو نتوما لي اسلاميست، نتوما خير من الاخرين في هذا كامل. في الدعاره نتوما خير من الاخرين، في الدعاره نتوما دي سبيسياليست نتاع الدعاره، ديروا لا بروستيتيسيون باسم الدين. ها نعطيك، تحبي نعطيك المثال؟ نعطيك المثال، تزوجوا بربعه، تزوجوا بخمسه، ومن بعد يحكم فرد وحده برك اللي تعجبوا هذيك يضرب معاها مع قداش عامين، ويخلي الاخرين يروحوا يخدموا خدمتهم. اذا هذه ماهيش دعاره قولي لي ماهيش دعاره، اكبر دعاره ديروها انتوما باش يكون في علمك. دونك جي تقول لي السيجاره التي تتمناها للشباب، انا نجاوبك ونجاوب الناس اللي تبعث لي وتقول لي تو دابور الدخان هذا مضر للصحه. انا شوي ماجور يفاكسيني، انا راني ماجور يفاكسيني، نعرف صلاحي مليح مليح. والدخان هذا اللي نشريه غالي الدخان هذا، ومكتوب فيه لهنا فيمي نوي افودون، ها هي هنا مكتوبه نوي افودون يا فو جونسيف، ها مكتوبه. ويقول لك باللي حتى هذا الاخر لا فيمي دو تابا كونتين بلوس دو 70، يعطيك كلش فيها، ها يعطيك كلش فيها كيف اسمه، كان كلش هنا ونقراو على بالي باللي مضر للصحه. بصح هذا رايي، راح تجي تدبر عليا انت ولا تعطيني انت نصيحه، روح مد النصيحه لولدك، مد النصيحه لخالتك لاختك اللي تعرفها. مي انا ما تسليش، انا كيف واحد ما يسلي، هذه وحده. ثانية انت اللي تجي تقولي لي السيد الاخر اللي مازال يقول لي باللي تحترم الناس، نحترمك معايا؟
راك معايا في المكتب انت باش نحترمك، لو كان جيت معايا في المكتب وانت ما تدخنش، دوك ما ندخنش، احتراما ليك ما ندخنش حتى تخرج انت. مي انا في المكتب وحدي، ولا لعله لا فيمي هذه تخرج لك في ليكرون، بالك كنت كيف انا تجي لا فيمي ليكرون. اذا هكا بدل لاشين ما تبعنيش، روح تبعين شان اخرى. هذه وحده. دوك نرجع لها الاخت هذه اللي باش نسميهاش باش ما يعرفوهاش الناس، كي على كل حال، وتقول لي انت تعلم الشباب السيجار. يا ريت يا ريت الشباب والشابات يرجعوا للسيجاري، يتكيفوا السيجار ويتكيفوا الدخان. يا ريت يا رب يرجعوا ان شاء الله. خطرش يا لالا باش يكون في علمك، اليوم الشباب والشابات اللي تحكي عليهم بالك انت ثاني منهم، راكم تضربوا في الكوكايين، انتم راكم تضربوا في واش يقولوا في واش يقولوا في لي بسيكوتروب، فهمتوا؟ تضربوا في لي بسيكوتروب، راكم تسكروا واش يقولوا بالدواء دركا، ماشي غير بالدخان. كون جا غير الدخان برك ولا الشراب، ايه الشراب هذا الدخان والشراب اولا ديموضي دركا. انتم راكم ديروا تضربوا في التشوتشنا هذيك كما قال واحد باش تدوخوا رواحكم على بالكم بوالو، راكم تضربوا في الكوكايين، انتم تضربوا في لي بسيكوتروب وتضربوا في هذوك الدواوات تسرعوا بها في رواحكم. لو كان غير ترجعوا للدخان برك، كون رجعوا للشباب للدخان برك، وين عطا ربي سي كوا لا فيمي فيمي ما ضر عقلي ما ضر والو. عندك الناس اللي يقول لك يضر صدرك ويضر منها، انا شوي سبورتيف، انا شوي سبورتيف، انا من بعد نروح ندير رياضه، نخرج نجري ندير 5 كيلومتر 6 كيلومتر بالجري داكور. مي هذا حاجتي، هذه رايي، هذا مكتب نتاعي، وهذه لاشين نتاعي، اللي عجبو عجبو، اللي ما عجبوش الحال يبدل لاشين. اوكي دونك وين راحت هذه؟ ايه الجمعه، شوف انت واش تقول هذه الدعشيه هذه. الجمعه عيد الاسبوعي للمسلمين، وابرز ما فيها الصلاه المفروضه، وباين عليك حزين على استقلال الجزائر عن العدو، اكبر عدو هو انتوما وبني عمك واخوانك وجدودك اللي جاوا استعمروا الجزائر، اكبر خونه واكبر عدو هما انتوما، انتوما اللي جيتوا واستعمرتوا الجزائر. ما خاطين لي فرونسي، حتى لي فرونسي لو كان مراحوا سي سون دي كيما قال واحد راه مراحوا، بصح بناو الجزائر هما، يفولو دير هما مو بناو الجزائر. السكنه اللي تسكني فيها درك لو كان بالك انت انت على فرونسي باش يكون في علمك. روحي تشوفي اليوم في الجي، في عنابه، في بارتو في الجزائر كامله نتاعهم هما، هما اللي بنوها. علاه بنيتيها انت ولا بنوها جدودك اللي جاوا من العربيه السعوديه وجاوا من البنينسيو العرب؟ نعطينا تراش يا لالا، تراش انت شطرتك هذا اللي اليوم تجي معال المسلمين وراك نادم وراك حنا نندموا على فرنسا، كيما درناش كيما هي كانت تخدم لاباس عليها، لقاو البترول ولقاو الغاز ولقاو منا. لو كان جات قعدت فرنسا اليوم في الجزائر، راكي اليوم راكي لاباس عليك، راكي تضربي في الدولار في الدوفيز في الاورو، راكي لاباس عليك. مالوريزمون حنا ما تبعناهمش، حنا جينا نتبعوا فيكم انتوما، حنا جينا نتبعوا في العرب اللي جابوا لنا الحبه السوداء وجابوا لنا يا محمد مبروك عليك والجزائر رجعت ليك. ها حنا هاي رجعت ليها، جبتوا لنا الحبه السوداء وجبتوا لنا لو بيبي دي شامو، ها جبتوا لنا البول تاع نتاع نتاع البعير اشربوه ترتاحوا، فهمتي؟ لو كان تبعنا فرنسا وتبعنا الاوروب وتبعنا منا رانا لاباس علينا باش يكون في علمك. عندك الجمعه يا لالا يا الفهمه، سيادك التوانسه، سيادك التوانسه اليوم ما يخدموش، اليوم الحد ونهار الجمعه، نهار الجمعه يخدموا، ما نهار الجمعه ما يصليوش التوانسه، ما كي تصلي برك هو ما يصليوش، التوانسه كفار هكذا ايها ما يصلي، نهار الجمعه يصلي يخرجوا على 12 يتغداو ويروحوا يصلي. ولا انت يا حقا ايه نسيت انت يا لالا طوري الصباح بكري، انت يا تصلي الفجر خطاش دعشيه، اه ومن ثم وانتي تركعي وانتي تركعي وانتي تركعي وانتي تركعي وانتي تركعي حتى يضرب الليل، على هذاك لازمك جمعة كومبري. بصح المغاربة والتوانسة وفرنسا والمريكان والشيشان وهذو كامل اللي مطبقين الحد الجمعة هما نو، هما يصليو غير الصباح ومن بعد يصليو الظهر ويصليو العصر ويصليو المغرب ويصليو العشاء، هم يصليو وهم نهار الجمعة يخدمو. دونك الصباح يطور يصلي واحد الفجر ومن بعد يفطر يروح يخدم على روحو حتى ل 12 يروح يتغدى، يتغدى ومن بعد يروح يصلي الجمعه كيما الناس، ومن بعد يرجع على الزوج يرجع باش يخدم على روحو، ها ومن بعد كيما قال واحد العصر ها هو ما كانش يخدم كي يخرج يروح يصلي العصر نتاعو ويصلي المغرب. نو انتوما انتوما لي اسلاميست، وسيرتو انتيا نعرفوك
انت راكي تجي بها صلاه من الفجر حتى لليل ما تحبسيش، على هذاك لازم لك تجي مع وحدك. احشموا شويه على رواحكم، احشموا على شويه على رواحكم، خليكم من التنافيق. انتم راكم منافقين باش نتفاهموا. وحده كيما انت اكبر منافقه، انت هي اللي جيتي دخلتي لاشين تاعي، ومن فضلك خرجي من لاشين تاعي ما تجيش تتبعيني خلاص، خاطرش انت اكبر منافقه انت هي. خاطر نجي تهضري انت اليوم الجمعه للمسلمين، زعما حنايا الجمعه ما نصليوهاش، تصليها غير انت، والالحاد وما نعرف واش وما نعرف واش. تعرفيني ملحد انا؟ انا كي كنت نصلي انايا كيما قال واحد انا صليت قبل ما تزيدي انت بتاتا. انا جدي كان يقري في القران باش يكون في علمك، فهمتي؟ حنا اون فامي نتاع الناس من 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 جد لجد مسلمين، ماهمش جدادي الاولين، باسكو جدادي الاولين كانوا بتاتا اليهود، وكانوا بتاتا كيما الامازيغ كل، ما كانوش مسلمين، مي جدي نتاع ما وبابا ومنا كنا كلنا نصليو، وجدي كيما قلت كان يقري خنشله كامله قراها في القران جدي. تجي انت وحده دخلتي البارح جاي تهضري انت على الصلاه وتهضروا، نعرفوا كلش، نعرفوا كلش، تغلفوا رواحكم بالصلاه وبالدين، وانتم لتحت لتحتكم مدارين التاريخ. فوالا هذه انا جاوبت لهذا الدعشيه هذه اللي قلت لها نجاوبك. بعد نرجعوا، سمحوا لي الناس اذا 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 طولت، مي لا غالب لازمني نجاوب الناس كيما هذو ساعه ساعه باش ما يقولوش السيد هذا راهو ما يجاوبش ولا كذا ولا منا. ما عنديش الوقت باش نطلع نكتب لهم انا، اكتب 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 اكتب، نضحك وكونترير نبعث لهم الضحك. والشاب خالد حق الشاب خالد، الشاب خالد خير منك، الشاب خالد راهو ولد وهرن باش يكون في علمك، الشاب خالد ولد وهرن باش يكون في علمك، راهو سان ارتيست، فهمتي؟ فاش انت خير من الشاب خالد؟ فاش انت خير منه؟ فاش خير منه انت الشاب خالد؟ ولكن عاد مرتو مغربيه، مرتو مغربيه خير منك، فاش واش هو الشاب خالد؟ سي كوا؟ واش بيه الشاب خالد حتى انت؟ اعطيني حاجه تخليك انت بلا كيف الشاب خالد، اعطينا حاجه نشوفوه تراش. ولا انتوما دي ناسيوناليست، انتوما وطنيين، انتوما اللي تبعكم انتوما، اللي تبع الدواعش كيما انتوما، وطني. بصح اللي يقول لكم احنا مالاش معاكم، احنا عندنا شوفة أخرى، انتوما خوانا كيما تقولي انتيا، خوانا، جات الكلمة نتاع خوانا. الإنسان اللي خانك، أو اللي قالك نزوج بك وخلاك تطيشي، هذاك اللي خانك، هذاك اللي ما كان، ولا كانش واحد سميتي معاه كونترا ولا منا وراح خلاك، هذاك هو اللي خانك. مي احنا رانا ليبر ندير واش نحبوا. زوج مغربيه يقدر يزوج حتى بيهوديه، يزوج حتى بيهوديه ولا مشكل، وهذا رايو تجي دبر عليه انت. الشاب خالد اللي كونو مونديالمون اللي كونو على شان انترناسيونال، انتم الريح اللي جاي يديكم الريح. قال خالد لو كينغ، اعطيه الصحه لو كينغ وكذا، اللي يغني منه من جزائري وكذا. غدوه الصباح كي راح المغرب، شكون في المغرب وراح مع مرته كيما قال واحد صهيوني وكذا وكذا. احنا ماهوش صهيوني، احنا الشاب خالد نتاعنا احنا جزائري، ويبقى جزائري ديما، اللي يغني في المغرب ولا يغني، فحتى لو كان يروح لاسرائيل يغني نصفق له انايا. فوالا دونك فوالا، اني جاوبت الدواعش هذو اللي كل خطره يجي يقول لك يا خويا راه كي تكيف راك قلت احترام للناس. لا انت قدامي باش نحترمك انت، يا اش كان قدامي انت؟ انا في المكتب نتاعي وحدي، ما راح تقول لي حتى القهوه ما تقهواش خير، ما تقهواش خير، احترام ليك، ما نتكيفش احترام ليك. حنا الدخول نتكيف، حتى لو كنكون قدام البريزيدون دو لا ريبوبليك نتكيف، نعم والله نكون قدام الرئيس نتكيف، سيرتو كون لبرا. بصح في المكتب لا، مكتب الدخان لا فيمي تقيس الناس نو، مي كون لبرا نكون قدام الرئيس يكون قدامي نتكيف. وتكيفت قدام المينيستر، تكيفت قدام لي وليد، تكيف قدام واحد دبر علينا انت ولا دبر علينا انت، واش نديرو؟ اللي ما عجبوش الحال يخرج من لاشين، داكوغ؟ الي كيما قلت لكم، من هالحد ديما يا ناس، حنا ديما نقولوا للمسؤولين تاعنا، يا مسؤولين راكم نتوما راكم سياسيين، ديروا السياسه. الدين خليو عليكم الدين، الدين عمرو ما قال لكم ربي تلقاو بالدين، ربي ما قالكمش، ربي ما قالكمش يا مسؤولين، يا رئيس جمهوريه، يا كاتب عام، يا والي، يا وزير، انت راك لازم توجه الناس كيفاه يصليو وكيفاه يديريو. هذه هي غلطه كبيره، غلطه كبيره راكم دايرينها. حتى وزاره الشؤون الدينيه هذه نورمالمون ما تكونش بكل، على وزاره الشؤون الدينيه بوركوا بوركوا؟ هذا وزير تاع الدين، هذا بعث ربي الدين تاع من انتو دابور؟ الدين تاع الرئيس ولا تاع لوروا ولا تاع سوبريفي ولا تاع البريفي ولا تاع من الدين؟ الدين تاع ربي. دونك ربي لو كان يحب يمثل واحد، او ديجا بعث الناس اللي يمثلوه، بعث الرسل وبعث سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد، وبعث الانبياء، ربي اللي بعثهم، قالوا فبعثهم ربي اللي قالهم مثلوني، مي هذوك راحوا، دوك ما بقاش اللي يمثلوا. اذا انت رئيس ولا انت
واش يقول البريمير مينيستر، ربي هو اللي بعدك وقال لك قول للناس هذا ويديروا هكا ويديروا هكا نتبعوك. جيسكا بريف دي كونتير ربي ما قال حتى لواحد. دونك خليو الناس ليبر، اللي يحب يكون مسلم يكون مسلم على روحه، اللي يكون مسيح مسيحي يكون مسيحي على روحه، اللي يحب يكون يهودي يكون يهودي على روحه، ما تسالوه حتى لواحد، ما تسالوهمش نتوما، تسالوهم فرد حاجه، ديروا قانون اللي باش تمشيو به البلاد، قانون سياسي برك، لا بوليتيك، ما عندك ما دخلك في الانسان يكون يصلي ما يصليش، كافر ماهوش كافر، سي با فوتخ بروبليم، حتى ولو كون كافر يكفر باش، باش يكفر. يا اخي يكفر بربي، ايبا انت خير من ربي تحاسبه انت، يا اسكو انت خير من ربي باش تحاسب انت الناس. شو ديزولي، ربي سبحانه عز وجل يعرف واش يدير ويعرف شكون يحاسب ويعرف واش يقول للناس ويعرف، موش ما يستنى لا فيك لا فيا لا في الامريكان لا في الروس باش يجي ربي، باش يجي واحد يهضر باسم ربي. دونك يا مسؤولين، يا مسؤولين انتوما كل خطره الجزائر تورطوها، الخطرة اللي فات الجزائر كتبوها في زادوها في لاليست نتاع البلدان اللي ما تحترمش، اللي ما تحترمش الأديان، زادوها باش يضلوا يتبعوكم الناس، وهذا كل زرتكم انتوما، هذا كل انتوما. خاطرش علاش لو كان خليتوا الناس كيما التوانسة، كيما خوينا التوانسة، ولا كيما خوينا المغاربة، ولا كيما في الإمارات، ولا كيما بو بارتو، ولا في البحرين، الناس كل حالين لي زيكليز، الناس اللي يحبوا يصليوا يصليوا على رواحهم، ما قالوا لكمش بنيو لنا، قالوا لكم خليونا نبنيو حنا وحدنا ونصليو كيما نحبوا حنا، لا لا يجوز. انا نقول لكم الشيء راكم ديروا في هذا لازمكم تخافوا من ربي، تو دابور لازمكم تخافوا من ربي انتوما، تمنعوا الناس باش يصليوا، وتجي تقول لي انا لو كان يحب يصلي يجي يصلي معايا، ما يصليش معاك، ما تدبرش عليه، علاه ما تروحش انت تصلي معاه؟ انت تقول الاسلام دين عند ربي، دين الاسلام، هو يقول لك المسيحيه عند ربي هي 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 الدين الاخر، كل واحد يقول، كل واحد يقول واش يحب، كل واحد يجبد الزوره ليه، وانت دوكال دروا انت تمنع الناس باش يصليوا، علاه هو جزائري علاه ما يمنعكش باش يقول لك ما تصليش، روح تصلي حتى انا معايا في الانجليز، بوركوا؟ دونك لازم تخليوا الناس تفهموا شويه، لازم تعطيوا حريه الناس في المعتقد، وفي الدستور نتاعنا الدستور كما قال واحد يقول باللي رانا نحترموا حريه المعتقد، وانتم سور تيغا ما تحترموهاش. انا نقول لكم يا ناس راهو لازمكم تخليوا الناس يصليوا، ولازمكم تخليوا الناس يحلوا لي كولت قبل ما يجيو، قبل ما يجيو الشوكر نتاع العالم هذا، قبل ما يجيوكم الشوكر نتاع العالم هذا، واسمعوا اشفوا مليح على الفيديو اللي نقول لكم عليها، ويضربوا الساعه يريبوا لكم في الجوامع ويديروا لكم في الكنائس. انا نقول لكم دونك مادام الجوامع محلولين بارتو، محلولين في تونس، محلولين في الجزائر، الجوامع محلولين في فرنسا، محلولين في الامريكان، جوامع حتى لي زوطخ كولت، خليهم يحلوا نتاعهم، خليهم يصليوا على رواحهم، ما يتبعوهمش، ولا كيما قلت لكم خطره، كونوا رجاله، كونوا فحوله، اكتبوا ديروا في الدستور نتاعكم، قال الجزائر هذه الا المسلمين، ما نستعرفوش بالاديان الاخرى. شش، او قدام الناس، لو كان نديروها نضل نبيع لكم. نبيع لكم ديما ما عادش نهضر خلاص خلاص. من توما كيجيو لي زاميريكان ويجيو لي زونجلي ويجيو لي فرونسي يهضروا لكم على الدين، تقول لهم اه سيدي حنا عندنا حنا محلوله سيناغوغ سيدي، محلوله كيف اسمها ليكليز، محلولين سيدي سبحان الله، تحبوا روحوا زورهم وما طايتوا، حلوا ليكليز، حنا العشيه جايين لكم نتبابا مع الوفد الامريكي ولا الوفد الاسباني ولا الوفد من هنا. وتجيو زعما تلقاو اربعه ولا خمسه فوالا او نون دو بار دو فيس، تخافوا من العباد، تخافوا من العباد وما تخافوش من ربي. والله لو كان جيت رئيس انا قسما عظما، يا لو كان نقفل ليكليز، والله يا لو كان يجي هذا نتاع الملكان الرئيس تاعهم بعد، بالحرام لحليتو، بالحرام لحليتو. مي نخاف انا من الرئيس نتاع الملكان، ونخاف من الرئيس نتاع الانجليز، ونخاف من الرئيس تاع فرنسا، وربي ما نخافش منه، سي با نورمال. سي با نورمال، أني قلت لكم كونوا فحوله ومدوا ديروا برك في الدستور تاعكم، ديروا في الدستور أو الدستور اكتبوا فيه، قال اللي يحب يعيش في الجزائر لازم يكون مسلم، اللي ماهوش مسلم ما يكانش في الجزائر. شوفوا كيفاش هاك الساعة رد الفعل تاع الناس، أو يخرجوا الناس كل اللي وين كان مسيحي يروحوا يروح، ولا يجيبوا الناس اللي ما يخافوش ربي ويقول لك حل، في كل مدينة تحل 10. دونك وحدكم كونوا كما قال واحد شجعان، ديروا هك ولا هك،
وتخليوا الناس من حقهم جزائري مسيحي من حقه. انا عندي اصحابي مسيحيين، عندي اصحابي مسيحيين في خنشلة ما يلقاوش وين يصليهم ساكن، عندي اصحابي مسيحيين في الشام، عندي اصحابي مسيحيين في تسقوط محمل ما يلقاوش وين يصليهم، وديما نهضر معاهم بالتليفون مستخدم يقول لي ديما ما لقيناش وين نصليهم، ما لقيناش وين نصليهم، وحتى لو كان يحكموهم يصليو راح يديهم الحبس. اسكو هذا هو الحرية المعتقد؟ اسكو هذا هو كل خطر كما قلت لكم الجزائر يجدوها في ليست؟ علاش؟ باسكو يحبوا يحكموا الناس بالذراع، تحب تحكم الناس بالذراع. ديجا حنايا قبل ما نكونوا مسلمين حنايا كنا مسيحيين، كنا مسيحيين وما دخلناش الناس اللي دخلت بالقوة، دخلت بالذبيحة، ما دخلوش نورمال، وحتى يدخلوا نورمال الله يسهل عليهم، اللي حاب يدخل الإسلام يدخل على روحه الله يسهل عليه، بصح اللي يحب يكون يبقى مسيحي يبقى مسيحي على روحه، ما تسلوش غير إذا ربي رب العالمين عطاك كارت بلونش وقال لك تفضل اهضر مع الناس وقول لهم يدخلوا للإسلام، أعطيها لنا نشوفوها. لو كان تعطيها لنا نقولوا وي السيد عطى ربي كارت بلونش دونك لازموا تدخلوا للإسلام. دونك شوفوا انتوما اليوم في السعوديه راهم يبنيو حتى هما إنجليز، في قطر عندهم إنجليز قد سخط، في الامارات عندهم كامل حتى الهنوده عندهم وين يصليو نتاعهم حتى الهنوده، في تونس اليهود ما يصليو والمسيحيين ما يصليو، في المغرب كيف كيف ما يصليو، هذو كاملين على حسابكم انتوما يا الفاهمين يا الفاهمين، هذو كلهم مطبعين مطبعين، الا انتوما الجرانه كي تحب تولي اكثر من البقره، اذا انتوما مسلمين زعما حاجه كبيره زعما على انتوما مسلمين، اخر واحد يهضر على الاسلام هو احنا الجزائريين، اخر واحد يتكلم على الاسلام هو احنا الجزائريين، خاطرش احنا عمرنا ما كنا مسلمين وجدادنا الاولين عمرهم ما كانوا مسلمين، ولا احنا نوليو تسويت احنا نوليو اون فو اتر بلو مسلمون كو لي مسلمون، اون فو اتر بلو عرب كو لي عرب كو لي عرب، ديجا احنا ماناش عرب نحبوا نكونوا احنا خير من العرب، خير من العرب علاش؟ باسكو خير مطبعين احنا خير منهم. فلسطينيين حنا نحبوا نكونوا فلسطينيين خير من الفلسطينيين، علاش؟ باسكو الفلسطينيين ماهمش رجاله، حنا اللي رجاله برك، احشموا شويه احشموا ربي راه يشوف فيكم، خليوا الناس تروح تصلي على روحها، حلوا لي زيكليز للناس خليهم يحلوا، ما قالكمش حلوا لنا، خليهم يصليوا، ماكمش نتوما راح تروحوا ترقدوا في قبرهم، ماكمش نتوما راح تحاسبوا عند ربي في بلايصهم، خليهم الله يسهل عليهم. اللي حاب يعبد حتى الحيط يعبد الحيط، هاكم نتوما تعبدوا الحيط، هاكم نتوما تروحوا كيف اسمه الحيط هذاك نتاع كيف اسمه نتاع اللي داروه في 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 في, في مكه تضربوه بالحجر قال الشيطان، وهذا مش هما كي ديروا كيما يضحكوا عليكم الناس، يضحكوا عليكم يقول لكم تشوفوا يضربوا في حيط يقول لك الشيطان، إيبا هما خليهم يعبدوا الحيط، سالهم خليهم يعبدوا الحيط صح. أليه أتوتالوغ في أوتر فيديو إن شاء الله.